ابو مرخان روح. مشاهدينا متابعينا الكرام، شكرا شيب بن عمير الكتبي من تابع مع حضراتكم انطلاقة هذه الأشواط الماضية، الأشواط الشوط الأول الرئيسي لفئة اللقايا المحليات الأصايل. تتجدد الانطلاقة ويتجدد هذا التحدي من أرضية هذا الميدان، ميدان الإهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا العاشر وهو أول أشواط الإبكار المهجنات الأصايل. مباشرة أبدأ مع وقعة تأتي لمحمد بن عتيج بن خفية الكتبي، يقدمها على المركز الاول. المركز الثاني هناك وديان عبد الله بن مبارك من ثاني بالرقاد الكتبي، يقدم لنا وديان. المركز الثالث تاتينا وتتقدم اللي هي القادمه ايضا راهيه سعيد بن راشد بن دحروي العامري قادما بهذه اللحظات، وايضا الوصول والقدوم مع عجايب قادمه الحمد بن عبد الله ابو هليبه يقدم لنا عجايب. والمركز الخامس القادمة والمنطلقة من الجانب الآخر تأتي بانطلاق ممتاز وبتجاوز ملحوظ ومنطلق، تأتي بهذا الانطلاق مذيار لمحمد بن سعيد بن محمد الكتبي يقدمها بهذا الانطلاق، وأيضا العزوم قادمة العبد الله يقدمها بن عبيد بن سعيد بن حميدان والأسامي القادمة. أما المركز السادس هنا الوصول والانطلاق المميز من اللي بدأت تتسلل بهذه اللحظات من الجانب الآخر تبحث عن الفوز وتبحث عن الانتصار الواصلة، هي أيضا سيدة لحمد بن راشد بن نايع القفلي غادم بن نايع، وأيضا الوصول مع حروف للسيد محمد بن راشد بن مرخان الكتبي على المركز السابع والمركز الثامن. الواصلة والمنطلقة بهذا الانطلاق المميز، الواصلة بالتحدي الرائع مزون محمد بن سالم بن محمد بن لوتية يقدمها بهذا التحدي المميز العامري غادما من مدينة العين باحثا عن الفوز والانتصار، وأيضا الوصول مع راهية سعيد بن راشد بن دحروي العامري. يأتي هنا من أبناء مرقم باحثا عن الفوز والانتصار، وايضا شقوى وصلت العلي بن سالم بن سليم غادم مع شقوى. والمركز العاشر اختم النداء مع مدمره، هناك سالم بن سعيد بن غدي الكتبي بو سهيل غادما مع هذا الاسم المميز. ولكن البدايه وقعه تاتي بهذا الموقع الممتاز، تحمل شعارك يا ابو علي يا محمد يا بن عتيج يا بن خفيه يا الكتبي. بدا يظهر خفاياه، يظهر مع وقعه ووقعه تتقدم تاتي مع البدايه. ركز يا محمد يا بن عتيج يا بن خفيه، لكن المركز الثاني بالرقاد غادم مع وديان عبد الله بن مبارك بن ثاني بالرقاد الكتبي، وايضا حروف قادمة من الجانب الآخر يقدمها أبو أحمد محمد بن راشد بن مرخان الكتبي. ركز يا أبو أحمد ركز مع انطلاقة حروف. المركز الرابع تأتينا عجايب، وهنا حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليب الفلاسي يقدم لنا هذه الأعجوبة المميزة، هذا الانطلاق المميز. وأيضا من الجانب الآخر هناك الأسماء القادمة، هناك الوصول
هناك الوصول ايضا مع شذا حمد بسيب بن غميل الاكتبي والاسامي قاتمه والشوط يحمل اسماء مميزه مع اقترابنا للكيلومتر الاخير واجواء الكيلو الخطير وايضا القاتمه والواصله ايضا الريم قاتمه الريم يقدم لنا الريم سالم بن راشد بن سالم الهاشمي يقدم لنا الريم ولكن اللي غيرت اشتعال عبد الله بن بخيت بن عبد الله العويشي يقدم لنا اشتعال اشتعلت المنافسه ولع الشوط ولع مع هذه الاسماء واشتعال تاتي مع البدايه عبد الله بن بخيت بن عبد الله العويشي وايضا الريم الريم قاتمه الريم قاتمه يقدم لنا الريم هنا القادمه سالم بن راشد بن سالم الهاشمي وايضا وصلت خياله وراهيه محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه ولكن العويشي العويشي مع اشتعال والريم مع الهاشمي وبن حلوه يقدم راهيه ولكن وين وين الفوز ولكن السلامات السلامات لأبناء بدية والأبناء الكامل إلى السلطنة إلى السلطنة أول أشواط المهجنات الريم 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 سالم بن راشد بن سالم الهاشمي يؤكد الحضور المميز يؤكد هذا الفوز والانتصار مع الريم مشكور مشكور يا الهاشمي مشكور سلام يا الكامل سلام سلام يا الكامل والو سالم بن راشد بن سالم الهاشمي يؤكد الحضور المميز مع انطلاقة الريم والريم تحقق هذا الفوز والانتصار المركز الثاني عبد الله بن رخيت العويسي المركز الثالث هناك الوصول مع المركز الثالث اللي هي شذا حمد بن سيف بن غميل المركز الرابع لا ايضا لابو هليبه حمد بو هليبه المركز الخامس شقوى علي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي التوقيت 6:14 ثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار تهاني